الاحتراف وارد بالنسبه لك؟ هل فكرت فيه؟ انتوا عندكم احتراف برضه كره الماء زي كره القدم؟ هل خطر لك الموضوع ده على بال قبل كده لما خططوا فعلا عايز تروح فين واشمعنى الاختيار ده بالذات؟ انا اصلا كان سبب من اسباب انتقالي للنادي الاهلي ان النادي الاهلي هيبقى ليا نقله، ان هو هيخلي الليفل بتاعي احسن، ان انا اقدر ان انا احاول ان انا احترف بره. الاحتراف بره كان فيه لعيب عندنا في مصر هنا من نادي الجزيره اسمه احمد بركات، خرج احترف في اليونان سنه وعمل حاجات ما فيش، كان هو اول لعيب مصري يعملها. فان انت تشوف نموذج قدامك عمل كده بيخلي عندك شغف اكتر ان انت نفسك توصل اللي انت بتعمله ده. لا لك حافز بس انت عايز تروح فين؟ اي الدوري اليوناني دوري قوي جدا، فنفسي اسعى ان احترف في الدوري. يعني من اقوى الدوريات. اقوى الدوريات الدوري اليوناني، فنفسي اسعى ان احترف في الدوري اليوناني. كمان في فرق بتنافس في الشامبيونز ليج، فتبقى حاجه كويسه. ان شاء الله النادي الاهلي تبقى خطوه ان احنا نوصل للمرحله ان شاء الله.